السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي أينما كنتم. السؤال اللي كيطلب مني بزاف الإخوان، كيفاش نخدم ريسيبتور صغير الميني وما عنديش بلاصة اش دي مي، عندي غير الصفر والابيض والحمر اللي هما ارسية. دابا هادي راه افي شتي، وحداها الاش دي مي، ها هي هادي اش دي ام اي، ها هي شوف الجوج، وانا نرجع الارسية اللي هو ما الصفر والابيض والحمر، ها هي مكتوب على افي كما العادة. ها هي انا علاش حيت ما عنديش تلفازة قديمة صندو باش ندير لك فيديو، وغنمشي معاك حدا الريسيبتور وتشوف الطريقة. الطريقة هي هادي، شوف كاين هاد الكابل على هاد الشكل، شتي هو هذا وهذا، او ما داخلين في اللون. انا غنحيد لك الاش دي مي باش تاكد، انا غنمشي عند التلفزيون ها هو باقي خدام الافي الاش دي مي، غنلقاه حيد شتي خوا بقات قدامه غير بالارسية، او كنقولو حنا الصفر والبيض والاحمر. انا غنوصلو باش تشوف الشكل ديالو كيفاش داير شتي. ونصيحة بعض الخطرات هاد الكابل كيكون مقلوب، علاش؟ كيكون في بلاصة الصفر اللي كيكون هنا في مدخل ديال الفيديو، بعض الخطرات كيكون احمر، اوكي، بعض الخطرات كيكون هذا مقلوبين. الطريقة ديالو والريسيبتور ها بلاصة كتكون مكتوبة فيها افي شتيها. دابا من حية الريسيبتور ها هو الصورة مشات، اوكي، تصريح بسيط مع دوك الناس البساطة، تحياتي ليهم. انا نرجع الاش دي ام اي وغنمشي ناخد اش دي ام اي، هيا طلعت دابا شتي، وهذه اللي كتكون فيها تي ان تي، هذه تي ان تي، هذه الاش دي ام اي، هذه الاف بي. هيا الرياضية، رجعوا الاش دي ام اي الارسية، الارسية مع محيدها هنا ضدها، غتأكد منها راه غطلع الصورة بلاصتو شي. هاهي هادي كيما العادة، انا عاودتلك باش تفهم. الاش دي ام اي، واحد النصيحة، الا ما بغاش طلع لك الصورة، انا درنا لك فيديو حكم الطلب ديالو بزاف هاد الطريقة، الناس دراوش مساكن على قد الحال باقي عندهم تلفاز، الا ما بغاتش تطلع لك الصورة كتمشي للاعدادات هنا الريغلاج سيستيم، كتدخل او اس دي اللي كتكون فيها الريغلاج ديال الصورة، وهادي هنا ما خاصهاش تكون 1080 في بعض الحالات ماشي كلشي، اوكي، تقدر تخدم لك هنا في 720 هنا، اوكي، حكم ان التلفاز عندي هو الديفينيسيون راه تقبلها، واخا ندير ار سي واخا ندير اتش دي ام اي ما عنديش مشكل، فهمتي. انا كنطلع الطابلو على قبل الكوبي رايت الصوره، وهكا تحياتي.